هذه النتيجة النهائية لعمل سن بالإنجاد 8 عدد الأسنان. عمق السن 0.64 في 2 في 1 إنج على عدد الأسنان، وهذه المحصلة النهائية. السلام عليكم. هذا عندنا سن يمين يساري، احنا هسه راح نشتغله بالإنجاد. أول شيء سوينا نظام الإنج، عندنا راح نختار القلم، قلم HSS صلب السرعات العالية، زاوية القلم هي 55، حدينا بزاوية 55 هو هذا القلم HSS صلب السرعات العالية، نحاد بزاوية 55. شنو اللي نحتاجه؟ رح نحتاجه إلى عمق السن. عمق السن بالإنج يساوي لنا 0.64 في 2 في 1 إنج على عدد الأسنان. وين هذا الحكي نشوفه هنا؟ لو لازم نطبقه، عندنا 1 إنج يساوي لنا 25.4، يعني إذا أفتح الفيرنية على 1 إنج أختاره بالإنجات يساوي لنا 25.4 من المليمتر. زين، عندنا 8 هي عدد الأسنان اللي راح نختارها، ف 0.64 في 2 في 25.4 على 8 حيطلع الناتج 4 مليمات و 64 جزء من العشر. زين، نجي نشوف هذا الحكي هنا. أول شيء راح نقلل السرعة، بدينا قللنا السرعة، هذه قللناها، فتلاقي النقطتين هي السرعة 58 اللي أخذناها. بعدها راح نروح هنا عندنا نظام مليمترات ونظام إنجات. إحنا راح نركز على نظام الإنجات. نظام الإنجات إحنا راح أخذنا 8، هذا 8 أخذنا عدد الأسنان، فعدد الأسنان إيش مكتوب؟ C1TY، هذا خلينا على C، هذا خلينا على T، هذا على Y وهذا على 1. هسه هيئنا ماكينة الخراطة لعمل سن بالإنج 8 عدد الأسنان مالته، واشتغلنا ورح ناخذ من الراسمة من هذه رح ناخذ 4 مليمات و 64 جزء. السن طبعا من هنا يميني، ليش يميني؟ لأن هذا الاتجاه من اليمين لليسار، إذا يساري لازم أعكس الاتجاه، بس لازم الماكينة طافية يلا أعكس الاتجاه. هسه احنا أخذنا الخطوة الأولى، رح نبدي ناخذ الخطوة الثانية. طبعا سوينا هنا بالراسمة، أول شيء صفرنا ولامسنا ورفعنا هاي العتلة، صفرنا سوينا ملامسة رفعنا العتلة بعد ما أخذنا عشرين. إحنا المطلوب من عندنا هنا 4 مليمات و 26 جزء من العشر، فأخذنا الجزء الأول. هسه راح نبدي طبعا سوينا أخذنا صفرنا أخذنا عشرين، تحركنا حركة هاي الشغل اللولبي إلى أن وصلنا لهنا، بعدين بعدنا دورة كاملة بعدناها وصلنا للعشرين. هسه راح ناخذ لازم 4 أعشار، فشو راح أخذ 4 أعشار؟ لازم أقدم الراسمة السفلى الكبرى 4 أعشار. طبعا أول شيء لازم أقدمها دورة كاملة حتى ألامسه وأخذ مكان العشرين 4 أعشار بعوض الشكل هذا. هاي دورة كاملة، هذه عشرين حصير 4 أعشار، هذا ما ننزله على ما نخلص السن. فش راح أسوي؟ لازم أشغل لي جوا، شغل لي جوا. هسه راح يرجع على نفس المسار ياخذ 20 ثانية. إلى أن نوصل للنهاية إيدينا على يدة الماكينة نطفيها، بعدين نبعد ونرفعها لفوق إلى أن يكمل السن. ومن راح يكمل السن؟ راح أرويكم شلون كمل السن. نرجع عليه في المرتين 22.
هذه بعد اتمام عملية الانش اللي هو ثمان عدد الاسنان 8. عمق السن طلع لنا 0.64 في 2 في 1 انش على 8 طلع لنا 4.64 جزء من العشر. فهذا الشكل النهائي اذا مبين هنا.